اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه احتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا احتسابا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من شر وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شهر رمضان برضوانك، اللهم أهل علينا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك، والنجاة والعتق من والفوز بجنانك يا رب يا ربك. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اغفر لجميع موتى المسلمين، اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم ثبتنا عند الموت بلا